السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رابيا خان. طبعا نستمر في دورتنا المجانية صانع الواقع المتعمد. طبعا اليوم راح تكون عندنا تمرين جديد، وهذا التمرين رقم 13. طبعا اليوم التمرين هنحتاج فيه دفتر. أي دفتر، مو ضروري دفتر معين، أي دفتر، دفتر بخطوط أو دفتر بدون خطوط، أي دفتر، دفتر اللي أنت حابته. هتحتاجين لدفتر لأنه تمرين اليوم عبارة عن قصتي. طبعا قصتي، ميزة التمرين أنك أنت تكتبي فيه كل يوم الأشياء اللي أنت ممتنت لها، الأشياء الجيدة اللي أنت قاعدة تخططين أنك تسوينها، أهدافك اليومية، أهدافك الأسبوعية، أهدافك الشهرية، تكتبينها في هذا الدفتر. هذا الدفتر عبارة عن قصة لك. طبعا في الصفحة الأولى ممكن مثلا تحطي صورتك أو أنك ترسمي نفسك أو تحطي أي صورة. أهم شيء أنه تكون في شيء كده تحسي نفسك أنه هذا الشيء يرجع لك. تكتبي اسمك وتكتبي شيء نبذة عن نفسك، تكتبي مثلا أمثال أنت حابتها أو في فكرة تشوفيها عن نفسك. زي أنا هنا مثلا كاتبة، لأنه أنا دائما بكتب عن نفسي طالبة العلم، فأنا هنا كاتبة: العلم لا ينتهي، سوف أستمر بالتعلم إلى يوم يأتيني فيه ملاك قابضا لروحي. فتقدري تكتبي أي عبارة أنت تحبيها وتكتبي عن نفسك أنك أنت إيش مميزاتك. طبعا هذا زي ما أنتوا شايفين هنا أنا كاتبة أشياء كثيرة، طبعا تستخدميه تكتبي فيه باللون الأحمر. يوميا حاولي تكتبي الإنجازات اللي أنت سويتيها والأشياء اللي أنت سويتيها وانتي مبسوطة منها، اكتبيها. فزي ما انتو شايفين هنا بكتب انا، طبعا هذا الدفتر انا من اول مسويته، مو دحين سويته، من اول مسويته، عشان كده في اشياء كثيرة وفي تمرينات كثيرة انا سويتها وموجودة هنا وكاتبتها. فهذا التمرين من 2021 لما بدأت استخدم هذا الدفتر. طبعا كان في دفتر قبله السنة اللي فاتت، وهذا الدفتر الجديد. فزي ما انتم شايفين انا كاتبة امتنانات لليوم ويومياتي، وكاتبة اشياء انا ممتنات لها. تكتبي كل يوم عن نفسك، كل يوم اشياء بتخصك، الاشياء الحلوة مش الاشياء الوحشة، ما تكتبي اشياء وحشة، تكتبي كل الاشياء الحلوة اللي انت مبسوطة لانها صارت. كذا بهذه الطريقة تقدري ترسمي، تقدري تسوي. طبعا مؤخرا بدأت، عشان كنت صارت عندي مشاكل بسبب السمنة الزائدة، فصرت أمشي أعمل رياضة، فهنا أنا حاطة أهداف رياضية. أنتوا شايفين هنا عندي كل يوم تخطيط، فكل يوم أنت تقدر تسوي الأشياء والإنجازات وتكتبي أشياء اللي أنت تخصك. طبعا هذا تمرينات الريكي والجدول حقي. تكتبي إنجازاتك اللي أنت تبي تسويها. طبعا بكذا شرح وافي للدفتر. طبعا ميزة الدفتر إنه ممكن يستمر معك على مدار السنة، مو بس 21 يوم، يستمر معك للسنة كلها. يعني كل شهر تكتبي خططك الشهرية، خططك السنوية، خططك الأسبوعية، خططك اليومية. زي مثلا تحطي قائمة need to do this week, need to do next week, need to do this month. يعني بدي الطريقة، يعني تقيم، تحطي لها عناوين وتبدأي تحطي الأهداف. تبدأي من الأهداف الصغيرة، كل ما كتبتي الأهداف الصغيرة وأنجزتيها وكتبتي امتناناتها هتزيد عندك الأهداف والإنجازات. فبكذا نصل إلى نهاية فقرتنا لليوم. نلتقي غدا بفقرة جديدة. دمتم سالمين.